بنصبح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة تحت أشعة الشمس ولطيف في الظل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، في شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك دكتورة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، حابين نطمن منك عن حالة الطقس النهاردة، وهل فعلا هتستمر درجات الحرارة في ارتفاع الأيام اللي جاية ولا كمان هتبدأ تقل مرة تانية؟ لا، هو بالفعل هتكون ارتفاعات مؤقتة في قيم درجات الحرارة، لأن احنا اليوم وغدا هيكون في ارتفاع في قيم درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بحوالي من درجة لدرجتين. هي ارتفاعات طفيفة، العظمى على القاهرة الكبرى اليوم متوقع ان هي تكون 25 درجة مئوية، وده بفعل ان احنا بنتأثر بكتل هوائية صحراوية، الكتل دي مرتفعة في درجات حرارتها، كمان في امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، وبيخلي أجواء مشمسة فترة النهار، فعشان كده احنا فترة الظهيرة بنحس بالأجواء نقدر نوصفها ان هي الأجواء المائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، أيضا المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط. لكن بعيدا عن أشعة الشمس احنا بنحس بالأجواء اللطيفة المعتدلة تماما فترة النهار، المناطق الجنوبية أيضا الأجواء فيها أجواء ما بين المائلة للحرارة الحارة خلال فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة. لكن فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحرارة، الانخفاض ده بيكون ملموس أكثر ومحسوس في ساعات الليل المتأخر اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر، الأوقات دي اللي احنا بنسجل فيها درجة الحرارة الصغرى اللي بتوصل ما بين 15 و16 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. فإحساسي بالطقس خلال فترة النهار من مائل للبرودة البارد في معظم محافظات الجمهورية، خاصة إن الأماكن الصحراوية، الأماكن المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة بشكل كبير بتحس بالبرودة أكثر نتيجة الطبيعة الجغرافية في الأماكن دي. الصغرى فترة الليل أحيانا في محافظات شمال الصعيد بتوصل لـ10 و11 درجة مئوية، بعض المناطق من وسط سيناء بتنخفض لأقل من الـ8 والـ9 درجات، فبالتالي فترة الليل فيها برودة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية. بالإضافة كمان الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة دايما في حالات الاستقرار في الأحوال الجوية. شبورة مائية قد تكون كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، واللي ممكن توصل أحيانا في بعض الأماكن لحد الضباب، يعني الرؤية الأفقية تنخفض بشكل كبير على الطرق المؤدية من إلى بعض المناطق من الجمهورية، لكن هي أيضا سرعان ما بتتلاشى مع سطوع أشعة الشمس، يعني مع الساعة 7-8 صباحا بتلاقي الشبورة بالظبط، بتلاقي الشبورة المائية بدأت تختفي، الرؤية الأفقية اتحسنت على أغلب الطرق. كمان اليوم متوقع ان فيه فرص لسقوط الامطار، لكن في اقصى جنوب البلاد تحديدا في مدينتي حلايب وشلاتين فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه على فترات متقطعه من اليوم. بصفه عامه الاحوال الجويه مستقره بشكل كبير يمكن على مدار هذا الاسبوع كله، حتى ان وجدت فرص امطار في بعض المناطق الساحليه مع منتصف الاسبوع فهي امطار ايضا خفيفه. طب بالنسبه لحاله البحار كمان، البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر، هو طبعا في اعتدال كامل في سرعات الرياح في معظم محافظات الجمهوريه وايضا على البحر الاحمر والبحر المتوسط، وده بدوره بيؤدي طبعا لاعتدال الامواج، وامواج لا تتجاوز 1.5 و2 متر، فبالتالي البحرين مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. الارتفاع ده اللي احنا بنتكلم عليه درجات الحراره هو مؤقت، مع منتصف الاسبوع هنبدا نتاثر، يعني بعد غد كده حضرتك تقريبا بتقولي ان احنا هنبدا مره ثانيه درجات الحراره في الانخفاض للمعدل الطبيعي في الوقت ده. بالفعل تبدأ تنخفض بشكل تدريجي كمان، وتنخفض ل 22-23 عظمى على القاهرة الكبرى فترة النهار، وتنخفض كمان فترات الليل، ويكون في فرص لأمطار خفيفة على المناطق الساحلية لكن أيضا غير مؤثرة تماما على أي عمل أنشطة يومية بإذن الله. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو مركز الإعلام بهيئة الأرصاد الجوية، على المتابعة اليومية معنا. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة غدا، وهنبدأها من القاهرة العظمى 25، الصغرى 15، العاصمة الإدارية 25-15،
14، اسكندرية 25-14، العلمين الجديدة 24-13، مطروح 23-11، دمياط 24-18، بورسعيد 24-19، اسماعيلية 26-13، السويس 26-14، العريش 24-14، كاترين 23-4، طابة 27-14، حلايب 27-11، شلاتين 29-21، شرم الشيخ 29-20، الغردقة 28-17، الفيوم 25-10، بني سويف 25-12، الوادي الجديد 28-9، أسيوط 25-9، سوهاج 27-11، قنا 29-13، الأقصر 30-12، وأخيرا أسوان 30-15. حابين نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن نخلي بالنا أن في ارتفاع في درجات الحرارة درجتين خلال النهاردة وبكرة، لكن بعد كده في انخفاض في درجات الحرارة، ونخلي بالنا كمان من الساعات المتأخرة من الليل علشان الجو بيكون بارد، وفي شبورة مائية كمان بتكون تصل لحد الضباب، كثيفة أحيانا كمان خلال يومين الجايين لحد الساعات الأولى من الصباح. هرجع مرة تانية لمنة ومصطفى علشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا ديم. شكرا لك.